يسعد اوقاتكم، يا رب تكونوا بخير وبامان وبصحه وعافيه يا رب كليتكم، وتكون ايامكم كلها عطر. بهذا الفيديو اذا كنتوا من محبي العطور الشتويه او عم تدوروا على العطور الشتويه، انتظرونا بعد الشارع. لو اني اعرف في عطري سحرا سيحرر اوتارك، لجعلت العالم ازهارا من حب تروي قيثارك. لو يمسح وجهي منديلا قد يحمل حتى آثارك، لحسدت عطوري إن لمست ما صافح يوما إظفارك. يسعد أوقاتكم مرة تانية. العطور الشتوية عطور دافية، عطور عميقة، عطور ثباتها المفروض يكون عالي، لأنه درجة فوحانة راح تكون أخف مما يكون فصل الصيف والحرارة. يعني التبخر تبع الزيت العطري بيكون أقل بأيام الشتاء. هلأ بهذا الفيديو راح نذكر عطورات نسائية ورجالية، يعني مو اليونيسكس، يعني راح نذكر عطور للنساء وعطور للرجال. أغلب عطور العود هي عطور شتوية، أغلب عطور العنبر بعمقه أو بتركيزها العالي كمان بتكون عطور كمان شتوية. هلأ من العطور الشتوية اللي بميزها، أو خلينا نقول اللي بتكون بارفيوم، هي غالبا شتوية لأنه المفروض يكون تركيزها عالي وثباتها عالي. وكمان مثل ما بدنا نقول لك كل قاعدة شواز. هلأ ما تاخدوا كلامي انه انا عم بحكي لكم قواعد بالعطر بقدر ما هي عرف بالعطر. كل الناس يعني او الخبراء بالعطور او المتمارسين على العطور عملوها مثل العرف كنوع من انواع التصنيف. هلأ بالنسبة لي انا ما كتير بتقيد بانه هو عطر شتوي او صيفي، بقدر او هو نهاري او ليلي مسائي، بقدر يعني هيك تعودت انا، مع انه في ناس كتير بتتبع هالطريقة وما انا غلط يعني طبعا، بس انا بشوف انه العطر هو كيف بنلبسه وامتى بنلبسه وكيف ما بنضايق فيه الناس الاخرين. يعني المهم يكون عطر لطيف وجذاب ويكون مستحسن او بيلاقي استحسان من الناس اللي بتشمه. عشان هيك مثلا ما بنقول انه نروح نحط عطر بارفيوم وتقيل كتير او من عطرات العود بفصل الصيف ودرجة الحرارة عالية، حتى يعني بالتأكيد بيكون في ازعاج للاخرين. مع انا بعرف الاخوة والاخوات الخليجيين رح يزعلوا مني اذا بحكي هيك، بس في احيانا يعني دول الخليج الحبيبة يعني درجات الحرارة فيها عالية، فاحيانا بيكون العود يعني شوي يعني ممكن الناس ما تستحسنه. اغلب الاماكن بدول الخليج يعني اماكن مكيفة، فهي بتكون بدرجة الحرارة الطبيعية، لهيك بيستعملوا العود وما بيكون فيها المضايقة الكتير الكبيرة. الا انه اذا كان مثلا جو فعلا حار العود يعني انا بوجهة نظري بتضايق. بس مثل ما قلت لكم ما في قاعدة معينة انا بالنسبة لي انه امتى بلبس العطر، مثلا هذا عطر شتوي هذا عطر صيفي، ولكن البرفيوم دائما هو الاعمق واللي بتكون ريحته عميقة، يعني ما بنشمها او يعني ما بتكون فواحة بقدر عطور الصيف يلي بتكون دايما التوب نوت تبعيتها حمضيات ويعني خلينا نقول فواكه او ما شابه ذلك. الايدي بارفيوم بميل ل يعني السهرات المسائية، او اذا كان بالشتاء بيستعملوه بالنهار والبارفيوم بيستعملوه بالليل بالسهرات المسائية، واذا كان يعني بالصيف بدهم يستعملوا الناس الايتو بارفيوم بيستعملوه باوقات المساء يلي بيكون اجواء الحرارة فيها معتدلة. ما رح ناخد كتير وقت بشرح هذا الموضوع،
والكولون اللي هي بيستعملوها بأوقات الشغل حتى ما يضايقوا الآخرين فيها أو اللي بدي يروح على الجامع أو أماكن العبادة. من الأشياء اللي كمان بدي نوه عنها هون فيديو رح ساويه على كيف بنصنع اللوشن أو كريم الجسم من نفس العطر اللي بدك تلبسه. يعني بيكون هذا الكريم او اللوشن من نفس العطر اللي انت راح تحطه بتحطه على جسمك او بتحطه على ايدك على وشك. راح نحكي فيه بفيديوهات كيف ممكن نساوي طريقة بسيطة ان شاء الله ما راح تكون معقدة. يعني من الاشياء الثانية اللي بدنا نحكي عنها من الحوارات اللي عم تصير بعالم العطر, ومثل ما وعدتكم انا انه دايما يكون يعني هدف هاي القناة هو اثراء المحتوى العربي, ويعني ومن قلبي وعدتكم كمان انه ما ابخل عليكم باي معلومة انا بعرفها ليكون القصد هو منه تعليمي وليس ترويجي واعلاني. ودايما بنوه انه بس يكون في اعلان او رح يكون في اعلان ما رح ابدا اتوانى بلحظة انه اقول انه في اعلان, لانه بصراحة مثل ما انتو عم يعني عم تشوفوا الفيديو وتستفيدوا كمان ممكن يكون انا الي يعني قسم انه انا استفيد فيه بطريقة او باخرى, ولكن لحد الان يعني ما لقيت الشيء المناسب انه انا امشي فيه. بس ما بعرف انه ليش بعض الاخوة يعني بيستخسر انه هو مثلا يشوف فيديو مدته 7 دقائق بيكون اخذ من الشغل اكتر من 5 ساعات او 4 ساعات, وهو بيستخسر بالاخرين يقول لك انه مثلا هذا الفيديو انت بتعمل دعاية للشركات الاخرى وانا الغيت الاشتراك بالقناة. وليكن كل شخص يعني يتصرف بالطريقة اللي هو بتريحه, اكيد ما رح اكون يعني كذاب او انا اكذب عليكن, بس فعلا لحد الان ما عملت ولا فيديو في اعلان لاي شركة من الشركات, لا لطافة ولا رصاصي ولا اي شركة فرنسية ولا اي شيء ابدا. وهذا يعني وبعتقد انه الحمد لله ما عهدتوني الا انا صادق معكم. ومثل ما قلت لكم بس يكون في اعلان رح اقول انه في اعلان. لحد الان ما لقيت الشيء المناسب انه يصير فيه عليه اعلان. هلا بنرجع بنكمل في مثل ما قلنا لقلنا لحتى نسري المحتوى العربي في مجموعة قنوات موجودة هلا يمكن نشأت جديد ويمكن كانت من اول, وفي صفحات على الفيسبوك يعني ممكن انتو كمان تستفيدوا منها. من الصفحات اللي انا عم تابعها يعني وبشوف في الي اخوات واخوة موجودين فيها يعني بعزهم وبحترمهم وما بتنقصهم الخبرة والذوق بهاي المجموعة شو الاشياء اللي عم يحطوها, وبصراحة بتستفيدوا منها. في اسمها هي مجموعة المحبة للعطور او مجموعة المحبة, بعتقد مجموعة المحبة او مجموعة احباء واصدقاء العطور. دوروا عليها, واذا لقيتوا في صعوبة فوتوا على مجموعة الحاسة السادسة تبع القناة ويلي ما لقاها يسألني بحط اللينك تبعها, او اذا قدرت رح حط اللينك تبعها. بكل المقاييس بتمنى لكم دايما الخير ويكون الافادة لكم وللناس جميعا بهذا الموضوع. ومثل ما قلت لكم كمان بوعد مني اي شيء انا بخبرتي بقدر انه انا فيدكم فيه ما رح اتوانى, بس كمان ما تنسوا وبمحبة يعني خلوني مون عليكم شوي انه يعني كمان انا الي حياتي الخاصة والي ظروفي والي ظروف شغلي, فانا بتمنى دايما نكون لطيف عليكم, وبتمنى كمان انتوا تكونوا دايما يعني راب لقلبي ما نسبب ازعاج لبعضنا. شو بقدر انا ساعدكم ما بقصر, وبتمنى الاسئلة اللي بدا يسألوها الاخوة والاخوات يسألوها على القناة لحتى الكل يستفيد يعني, او يسألوها بمجموعة الحاسة السادسة بسؤال عام يعني ما نحاول كتير نخصص الا الاشياء اللي مضطرين انه تكون هي فعلا خاصة. بنكمل هلأ بهذا الفيديو رح نحكي عن تقريبا 11 عطر, يمكن 6 منهم نسواني و5 رجالي, وما حد يقول لي انه انا متحيز لانه دايما بتهموني انه انا متحيز للرجال بهذا الموضوع, ولكن انا ابدا ماني هيك. 11 عطر من العطورات الشتوية الممتازة, ويعني من خلال تجربتي الى كانت
أداء جميل ويعني ثباتها عالي جدا. من كمان منه من هول العطورات اللي هو الديور هوم بارفيوم، أحد الأخوة يوسف أنتري كان حاطط صورة لهذا العطر، كان حاطط صورة لهذا العطر بمجموعة المحبة هي اللي قلت لكم عنها بالفيسبوك، ودار نقاش إنه قديش هذا العطر يعني بيعلق بالملابس والثياب، وأنا كنت من المستعملين لديور هوم انتنس، بس يعني بعد هاي النصيحة رجعت جربت الديور هوم بارفيوم، مع انه قل هلأ بالمحلات ما سهل انه نلاقيه، بس هو فعلا عطر شتوي جميل وثباته عالي جدا على الملابس. شكرا اخي يوسف على نصيحتك اللي كمان فادتني، انا من الناس اللي فادتني. محبتي لقلكم كتير، خلونا نشوف الفيديو، كونوا بخير، ما تنسوا اذا عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب للقناة، دايما كونوا بخير وبأمان الله. Dior Homme Parfum Christian Dior for Men. Shalimar Guerlain for Women. Tom Ford Tuscan Leather for Men. Black Orchid Tom Ford for Women. كود برفومو جورجو أرماني فورمان. هيبنوتيك بويزون كريستين ديور فور ومن. أومو سلفاتوري فور رجامو فورمان. ديور أديكت Christian Dior for Women. Ancre Noir Laïque for Men. Le Bleu Guerlain for Women. Alain Essence Absolue Mugler for Women. في عطري سحرا سيحرر أوتارك، لجعلت العالم أزهارا من حب تروي قيثارك. لو يمسح وجهي منديلا قد يحمل حتى آثارك، لحسدت عطوري إن لمست ما صافح يهودك.